رحمة الله وبركاته. افضل مطبخ فطينة. ما النهاردة احنا هنعمل البامية ويكا. طبعا كان في عطل فبدأنا من اول التخريط. بصي يا حبايبي، البامية اهي خرطناها، شايفين شايفين رفيعة ازاي، خفيفة ازاي، مخرطها خفيف خفيف خالص خالص خالص. بصي انا جايبة شوية من الفلاحة اهي، والله العظيم ولا نقيت ولا حاجة، بتقولي من الشوال اصلا لسه طازة، يعني يعتبر لسه مش شيخة، نوعها جميل جدا ونظيفة اهي. الواحدة تتقطع ازاي زي الفل، مفيهاش اي حاجة، شايفة زي الفل الصراحة. فعلا انا خلطتها فعلا مفيهاش، ما بتكذبش. جبت كيلو ونص، مش عارفه بحوالي بتاع 7 جنيه كده، كيلو وربع قصدي، 7 جنيه بس، جميلة جدا جدا جدا. ها انا هفرزها واحطها في الفريزر. والبامية اهي انا عملتها، والشوربة غلت، شايفين الشوربة حبايبي اهي، هنزلها الشوربة كده. بصوا بصوا البامية وحلاوتها دي، السعيد الجميلة اهي، دي تنزل على الشوربة كده، تاكل براحتها بقى. بس خلوا ما تخلوش البامية الحلة مقفول، الغطا مقفول، لا تخلوه مفتوح، خلوا البامية الغطا مفتوح اهي، سيبوها تغلب على براحتها بقى. انا محقيقة الشوربة وكل حاجة، مش محتاجة تحقيق ولا حاجة. هنجيب توم اهو، توم مهروس، وهنجيب كزبرة بس كده، وهنجيب طاسة نحمر فيها، نعمل فيها الايه، الطشة بتاعت البامية. بس لما تستوي البامية ايه، بس بتغطوش الغطا، ما تغطوش الغطا، خليه متعري، خلي البامية عشان بتغلي مع نفسها، اول ما تغلي وتستوي هنجيلكوا انتوا الشهر ان شاء الله رب العالمين. انا اقطعها حلقات خفيفة، مش حلقات تقيلة، خفيفة، وعلى شوربة على قد المقدار اللي انتوا عاملينه، تغلي وتستوي ونجيلكوا حبايبي. يا حبايبي بصوا كده اهي، استوت اهي، بصوا البامية غالي كتير اول لحد ما استوت. بصوا تعرفوها استوت من ايه، بتفركوها كده على في الحلة بشوكة بقى، بصوا بشوكة، بصوا تخلوها تتفرك خالص، تبقى ايه، مش دواير، لا تبقى مقطعة مقطعة خالص كده، بص تتفرك، بس اسمها ايه، في حاجة بتتباع للفرك برضك، اللي هي معلقة بتتفرك، بس بالشوكة بتبقى اسهل وجميلة. بصوا كده بتقلبوا فيها كده وهنطشها بقى وخلاص كده استوت يعتبر. حتى انا محيقة الشوربة، هنجيب معلقة سمنة ها في طاسة، هنجيب اللهم صل عليك يا نبي التوم، هنحط التوم اهو، شايفين يا حبايبي الوكة الجميلة، حط الكزبرة لان التوم اصلا حاطة فيه ملح، التوم اساسا فيه ملح. بس كده يا حبايبي اهي، بنقلب تومة في السمنة هنطشها في الايه، في الحلة عدل، تاكلوا احلى شاي بامية ويكا سعيدي، احلى اكل والله. انا جوزي والله انا جوزي لما عرف الطريقة دي بيعملها في الشغل عنده. بص يا حبايبي الثوم قربت تستوي اهي، اهي ما شاء الله قربت خالص اهي، واصلا البامية خلاص استوت. بصوا التومة يا حبايبي اهي احمرت، اهي جميلة اهي، بصوا شكلها احلى حمارة اهو، بصوا كده اتحمرت التومة اهي بتاعت البامية كده، خلصت خلاص التومة دي. هنجيب كبشة كبيرة ها، نحط الشبامية هنا كده ها، نقلبها كده في ال... ايه رأيكو، احلى شوية بامية تاكلوها من ام فاطمة اهي،
هي يا حبايبي احلى شويه باميه، نقلبها كده تقليبه حلوه جميله جميله. ما شاء الله، ولم يستوت اهي وفركت لوحدها اهي، بقت حته واحده، ونغرفها وناكلها بقى. تعالوا كلوا معايا. والله يا حبايبي عامله كتير، نغرفها في الطبق اهو. بس كده ندفع عليها، هي خلاص استوت. بصوا كده، بس يا حبايبي كده البامية الحلوين لما فطنا اهي، احلى طبق بامية. نحط جنبها ليمون اللي عايز يعصر. اهو يا حبايبي طبق البامية اهو، اللي عايز ليمون جنبها يعصر براحته. احلى طبق بامية اهو من ايد ام فاطمه. كل سنه وانتم طيبين. دي الباميه الويكه الصعيدي بتاعتنا، بناكلها بالهنا والشفا عليكم. طبعا عرفت المكونات، هنجيب الباميه نغسلها الاول، بعد كده نقطعها حلقات بس رقيقه، ونحطها في الشوربه بتغلي، ونسيبها تستوي ونفركها بالشوكه. وبعد كده اللهم صل على النبي، هنجيب الثوم ونجيب الكزبره ومعلقات سمنه على النار، ونحمرها ونقلل التومة، ونعمل الطشة ايه زي ما انتوا شفتوني، ونحطها على البامية. يا رب تعجبكم يا رب. دي امي علمتاني احلى بامية ويكا تاكلوها، لا تقيلة ولا خفيفة، طعمها جميل وجميل. يلا يا حبايبي ان شاء الله نتقابل المرة الجاية باذنك يا رب. كل سنة وانتم طيبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. بصوا يا حبايبي، ان شاء هقول لكم المقادير بقى بتاعت الباميه عشان بردك تعرفوها تاني وتاخدوا بالكم منها. هنجيب الباميه قبل ما نقطعها هنغسلها، قبل ما نقطعها هنغسلها غسله حلوه قوي، وبعد كده هنخرطها تخريطه رقات رفيعه جدا جدا، ونحطها في الشوربه السخنه، اما تغلي وتستوي قوي 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 نقلبها قوي 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 قوي، نفركها قوي قوي قوي. بعد كده نجيب توم ونجيب كزبره ونحمرها في السمنه، معلقتين سمنه، معلقه سمنه مش كتير سمنه عشان ما تبقاش جامده عليكم، وتحطوها وتشوها عليها. وكده بالهنا والشفا عليكم يا رب. احلى باميه تاكلوها من ام فاطمه، اسمها الباميه الويكه الصعيدي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يا رب تعجبكم وينور رضاكم. وبس هنا يكون وصلت الفيديو، لايك والفيديو، ما تنسوش اللايك الشير والسبسكرايب. يلا مع السلامة، باي باي.